بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب القرآن الكريم. نتواصل وإياكم من خلال قناة القرآن الكريم من الجزائر مع برنامجكم الماهر بالقرآن، هذا البرنامج الذي يعرض أحكام قراءة القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع من طريق الإمام الأزرق رحم الله تبارك وتعالى السادة القراء وجزاهم عنا خير الجزاء. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم ونرحب بالضيفين الكريمين، ونرحب أيضا بفريق العمل. يحضر معنا في هذه الحصة ابننا الفاضل بوسطارة ياسين. أهلا وسهلا بك بني. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. ويحضر معنا أيضا أنيس غمراسي. أهلا وسهلا بك. شكرا للاستضافة، بارك الله فيك شيخ. وفيكم بارك الله. مشاهدينا الكرام، سنعرض ما حضرنا لهذا اليوم من الكلمات التي نبين كيفية قراءتها من خلال ما سنقرأه من صفحات في هذا اليوم المبارك بعد هذا الفاصل بحول الله عز وجل. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه سيدانا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري عن الصحابيين الجليلين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. فالقرآن الكريم يأخذه الآخر عن الأول، والأول هذا عمن سبقه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضا طريا كما أنزل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإتقان والتجويد. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لما ينظر الإنسان في تاريخ المصحف الشريف من الجريد إلى الجليد، يعني من أول ما نزل إلى يومنا هذا، يجد أن حفظه محفوف بعناية ربانية، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في الآية التاسعة من سورة الحجر: خيركم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بعناية ربانية، محفوظ من قبل الله عز وجل. والقرآن الكريم حفظ بطريقة أو بطرق لم يحفظ بمثلها كتاب غيره، سواء أكان هذا الكتاب سماويا أم كان غير ذلك مما يكتبه الناس. فالقرآن حفظ بطرق ثلاث: حفظ في الصدور، جاء محفوظا في صدور من يحفظه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يقال لهم أهل القرآن، ويقال لهم حملة القرآن، ويقال لهم أيضا حفظة القرآن الكريم. وهؤلاء فضلهم الله تبارك وتعالى، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لهم فضلا في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وحفظ أيضا بطريقة أخرى، حفظ مكتوبا في السطور، يعني في المصاحف، ابتداء من الوسائل البسيطة في ذلكم الزمان، أو في الوسائل التي بعبارة أخرى الوسائل التي كانت متاحة في ذلكم الزمان، يعني في زمن النبوة وزمن التنزل القرآن الكريم،
من يعني حفظ مكتوبا في هذه الوسائل كالجريد والعظام وبعض الأنواع من الحجارة وغير ذلك، إلى أن صار الآن مكتوبا ويعني في الأوراق وصار مجلدا وبخطوط جميلة مختلفة مع ما زيد فيه من الضبط، يعني ما زيد فيه عن الرسم الذي كتب به في الكتبة الأولى بإشراف من النبي صلى الله عليه وسلم وبإقرار منه، يعني لما كان يكتب كتبة الوحي كسيدنا عثمان بن عفان وزيد وغيرهما من الصحابة الكرام من كتاب الوحي، كان يكتب هذا القرآن على عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقرهم على ما يكتبون به كلام الله تبارك وتعالى. والطريقة الثالثة وهي أن القرآن الكريم كتبت قواعده وكتبت كيفية قراءته، وهو ما يسمى بالتعبير الكتابي، يعني الصوت القرآني. فجاءت كتب علم التجويد وجاءت كتب علم القراءات على مر الزمان، بل وهذا العلم هو الذي كثرت فيه الكتابة، كثرت فيه الكتابة، حتى يعني وصف بعضهم يعني من الذين يكتبون في علم التجويد، يعني كتب فيه من هب ودب، يعني حتى ممن لم يكن تخصصهم في علم التجويد، وبعضهم كتب في قواعد علم التجويد. وليس بعلم يعني من حيث الكم ليس كبيرا جدا، لما مباحثه محصورة مقصورة على قواعد معينة، ولكنها هي من الأهمية بمكان، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن الكريم حتى يتعلم هذه القواعد، سواء يتعلمها يعني نظريا أو تطبيقيا. ولا بد للكمال من الجمع، لا بد من الجمع بين الأمرين. فهذا القرآن الكريم حفظ بهذه الطريقة، وسخر الله عز وجل وهيأ لهذا الحفظ رجالا حفظوا القرآن الكريم، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. فهؤلاء تعلموا ثم علموا غيرهم، من أجل ذلك وصل القرآن الكريم تماما كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأه أيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كأبي بن كعب وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش وغيرهم من الصحابة الكرام الذين كانوا تعلموا كلام الله تبارك وتعالى وعلموه غيرهم، يعني كانوا من الصحابة القراء. والحمد لله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي جعلت هؤلاء القراء وهؤلاء الحفاظ يتسابقون ويتنافسون في تعلم القرآن وتعليمه. كان بالجامع الكوفة أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه، كان يقرئ الناس بالجامع الكبير في الكوفة ويطيل في مجالس الإقراء ويبقى فيها يعني مدة طويلة وهو يقرئ، كل يوم يقرئ الناس. كان إذا ذكر عنده هذا الحديث الذي ذكرته في البداية، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا ذكر عنده هذا الحديث يقول لهم: هذا الذي أجلسني مجلسي هذا، يعني هذا الحديث هو الذي دفعني إلى أن أجلس هذه المجالس المطولة في إقراء القرآن الكريم. ولأجل هذا الفضل العظيم تفرغ لذلك، والله عز وجل يكتب له ذلك الأجر، وإن شاء الله يجد ذلك الأجر العظيم في ميزان حسناته يوم القيامة إن شاء الله. مشاهدين الكرام، في ما يتعلق بالكلمات التي سنعرضها اليوم في ثلاثة أبواب، الأبواب هذه الأبواب الثلاثة مما كثر دوره في القرآن الكريم وانفرد به
الإمام ورش إلا في باب الإمالة فوافقه بعض القراء في ذلك، ولكن نذكره لأنه مما كثر وروده في كلام الله تبارك وتعالى. الباب الأول هو باب التفخيم والترقيق، نتحدث عن أمرين اثنين، عن ترقيق الراء وعن تغليظ اللام كما نفعل في كل حصة لكي نبين من فرد به الإمام ورش رحمه الله عن غيره من القراء في هذين المبحثين. بالنسبة إلى الراءات عندنا كلمة العبرة، وهي تندرج تحت القاعدة التي تقول إذا حال بين الراء المضمومة والراء المفتوحة وبين الكسر ساكن مظهر مستفل، فإن هذه الراء ترقق وجها واحدا، لا عبارة هكذا. وأيضا عندنا كلمة أخرى وهي قول الله تبارك وتعالى سرا، هذه أيضا تندرج تحت القاعدة التي قبلها، غير أن الساكن هنا جاء مدغما، هو مستفل ولكنه مدغم، سرا بهذا الشكل. وفي الجملة أو في العموم يظهر لنا أن هذه الراء المفتوحة سبقت بكسر أصلي في الكلمة نفسها، وهي أيضا قاعدة من قواعد ترقيق الراء وجها واحدا للإمام ورش رحمه الله تبارك وتعالى، منفردا بذلك عن باقي القراء. في قاعدة أخرى اندرجت تحتها ثلاث كلمات، هذه القاعدة إذا جاء قبل الراء المضمومة كسر أصلي في الكلمة نفسها، وهي كلمة لا يقدر في موضعين اثنين، وكلمة ينكرونها، وكلمة الكافرون، هذه كلها تقرأ بالترقيق وجها واحدا. في باب اللامات جاء لفظ واحد فقط في هذه الصفحات التي سنقرأها اليوم، وهو لفظ ظلمو، جاءت فيه اللام مفتوحة مسبوقة بأحد موجبات تغليظها وهو حرف الظاء، وتوفر فيه أحد الشروط وهو أنه جاء مفتوحا، فتغلظ اللام هنا وجها واحدا لورش منفردا بذلك عن باقي القراء. الباب الثالث وهو أو الباب الثاني هو باب الإمالة. الإمالة التي يقرأ بها الإمام ورش مع ذا الهاء من لفظ طه كلها بالإمالة الصغرى، ولذلك لما عرض الإمام ابن بري رحمه الله لما عرض باب الإمالة في أرجوزته الشهيرة المعروفة بالبرية، أو ما كما سماه هو الدرر اللوامع، سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، فهذه المنظومة لما عرض فيها صاحبها أبو الحسن ابن بري باب الإمالة افتتحه بعد ترجمة الباب القول في المفتوح والممالي وشرح ما جاء فيه من الأقوال، افتتح بعد ذلك أبواب هذا الباب بقوله أمال ورش، أمال ورش من ذوات الياء، وذكر في أثناء هذا الباب أيضا بابا أو بيتا آخر قال فيه وقرأ ذوات الواو بالإضجاع. فمصطلح الإضجاع ومصطلح الإمالة مجردا بالوصف الصغرى أو الكبرى، بوصف الصغرى أو الكبرى، يطلق على إذا أطلق مجردا فيقصد به عند القراء، يعني في اصطلاح القراء تقصد به الإمالة الكبرى، إذا قلنا أمال فلان كذا يعني قرأه بالإمالة الصغرى، وإذا أردنا أن نقصد الإمالة الصغرى نقول قلل مثلا، قلل أو قرأ بين. فالإمام أبو الحسن ابن بري في هذا الباب لما ذكر هذين المصطلحين وهما في اصطلاح القراء مما يقصد به الإمالة الكبرى والمقروء به لورش من طريق الإمام الأزرق ما عدا الهاء من لفظ طه الإمالة الصغرى، المقروء به هو الإمالة الصغرى أو مسمى بالتقليل، لما اجتمع هذان الأمران
استدرك الإمام ابن بري بعد ذكره أنواع الإمالة ومذهب الإمام ورش فيها، يعني مما قرأه بوجه واحد ومما قرأه بالوجهين، ماذا قال رحمه الله؟ قال: وكل ما له به أتينا، يعني كل ما ذكرنا من أنواع الإمالة لورش من طريق الأزرق، وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بينا. ماذا نقصد ببين بينا؟ نقصد بها الإمالة الصغرى، يعني بين الفتح والإمالة الكبرى، بين الفتح والإمالة الكبرى عندنا الإمالة الصغرى. وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بينا. وهذا مما أبدع فيه الإمام أبو الحسن ابن بري في نظمه لهذه الأرجوزة التي ضمن فيها قراءة الإمام نافع براويه، براويه يعني ورش وقالون. فقرأ قلنا ورش رحمه الله بالإمالة الصغرى في كل المواضع ما عدا الهاء من لفظ طه. طيب، من المواضع أو الكلمات التي وردت في هذه الصفحات الأربع التي سنقرأها بعد قليل بحول الله عز وجل، خمس كلمات عندنا: يتوفاكم والقربى وينهى. هذه كلها من ذوات الياء التي قرأت بالوجهين، يعني قرأت بالفتح وبالإمالة بحسب مد البدل. كان قرأنا بالقصر فلنا فيها الفتح، إذا قرأنا بالتوسط فلنا فيها التقليل، يعني الإمالة الصغرى بين بين، وإذا قرأنا بالطول فلنا فيها الوجهان. والكلمتان الأخريان عندنا: وأوبارها وأشعارها. تقرأ هاتان الكلمتان بالإمالة الصغرى وجها واحدا، والألفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار والجار، لكن فيه خلف جاري، فهذه تقرأ بالإمالة الصغرى. هذا ما أحببت أن أنبه على كيفية قراءته برواية ورش عن الإمام نافع مما ورد في ما سنقرأه اليوم بحول الله تبارك وتعالى. الذي سنقرأه اليوم نبدأ بحول الله تبارك وتعالى من قوله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وهي الآية 65 من سورة النحل. فإن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل نسمع لتلاوة هذه الصفحات من الضيفين الكريمين إن شاء الله. في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود والعود أسعد وأحمد إن شاء الله إلى جو تلاوة القرآن الكريم مع الضيفين الكريمين. نبدأ مع ضيفنا ياسين. ياسين مستارة، نرحب بك مرة أخرى، أهلا وسهلا بك يا بني. كم تحفظ من القرآن الكريم ياسين؟ نصف 30 حزب. ما شاء الله، سأل الله تعالى أن يوفقك لحفظه كاملا إن شاء الله. اجتهد في ذلك ما دمت صغيرا وقادرا على الحفظ وتثبيت الحفظ أيضا. في أي مدرسة قرآنية تدرس؟ مدرسة إمام الشافعي بالحراش تحت إشراف الشيخ فريد عزوك والمعلم خليل جلال. ما شاء الله، المدرسة القرآنية التابعة لمسجد الإمام الشافعي بالحراش بالجزائر العاصمة. ما شاء الله. بالنسبة للدراسة النظامية والأكاديمية في أي سنة تدرس؟ سنة ثالثة متوسطة. ما شاء الله، وفي أي متوسطة؟ متوسطة عمر إدريس بالحراش. ما شاء الله، جميل أن يكون لهذه المتوسطة تلاميذ وطلبة يعني من حفاظ القرآن الكريم. ما شاء الله عليك. يلا على بركة الله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وابدأ التلاوة من قوله تبارك وتعالى: والله أنزل من السماء ماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن
لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون حسبك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله شكرا جزيلا لك أنيس ننتقل إلى أنيس غمراسين ورحبوا بك مرة ثانية أهلا وسهلا كم تحفظ من القرآن الكريم أنيس أحفظ من القرآن 15 حزبا من ربع ياسين ما شاء الله أسأل الله لك التوفيق لحفظه كاملا إن شاء الله إن شاء الله نعم من أوله إلى آخره بحول الله عز وجل في أي مدرسة قرآنية ومن هو معلمك في تحفيظ القرآن الكريم؟ مدرسة قرآنية بالحراش أتابع لبلدية الحراش من مسجد الإمام الشافعي تحت إشراف الشيخ فريد عزوق والأستاذ خيري جلال الدين ما شاء الله نفع الله بكم ونفع بالمشرف ومعلم القرآن في هذه المدرسة القرآنية يا رب يجعل هذه الجهود في ميزان الحسنات إن شاء الله وبالنسبة للدراسة في أي سنة تدرس؟ أدرس في الطور الثانوي السنة الثالثة ثانوي ما شاء الله يعني أنت في هذا العام مقبل على امتحان إن شاء الله شهادة البكالوريا دعوا لك إن شاء الله بالتوفيق والنجاح إن شاء الله تجيبوا معدل عالي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي ينفع بك يلا بسم الله تفضل بالتلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم
لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى طير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. شكرا، حسبك وبارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة. ربي جعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله، الله يفتح عليك إن شاء الله. الآن ننتقل إليكم أنتم مشاهدين الكرام، ونسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم بعد هذا الفاصل بحول الله. أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه. لنا أول اتصال، أم إحسان من ولاية باتنا، أهلا وسهلا. ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا بك. في ميزان حسناتك شيخي. آمين آمين يا رب العالمين. تفضل. بسم الله. وصلوا من حيث انتهى القارئ الكريم. يلا على بركة. والله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله مولانا العظيم شكرا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا معنا الآن أم عبد الإله من ولاية الطارف أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك عبد الإله من ولاية الطارف تفضل بني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله
والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حسبك بارك الله فيك بني عبد الإله، شكرا لك. معنا الآن كوثر من ولاية البيض، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا شيخ. مرحبا، تفضل. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير وعافية. جمعة مباركة إن شاء الله. آمين، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. تفضلي. سأقرأ عليكم ما تيسر من أوائل سورة النحل. بسم الله على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بروح أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أننذروا أن لا إله إلا أنا تتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من طيب ننتقل إلى المكالمة التي بعدها. أم نور من العاصمة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. بأي رواية تقرأين؟ أقرأ برواية حفصة عن طريق طيبة. أي نعم. إلا تذكرة لمن يخشى. أتي بالغنى؟ أتي بالغنى في أول شيء، أليس كذلك؟ الموضع الأول في إدغام النون في اللام أتيتي فيه بالغنى. لمن؟ أتيتي بالغنى ولا لا؟ أعيد من الأول أستاذ. عايش، طيب عايش. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا حسبك بارك الله فيك شكرا لك جزاك الله خيرا معنا الآن سليمة من ولاية المويرة أهلا وسهلا تفضلي من معنا الآن غزلان من العاصمة أهلا وسهلا تفضلي نحن في الاستماع الأسبوع اللي فات قريت سورة الفتح وجه نعم الأسبوع اللي فات أيوة قريت وجه من سورة الفتح أيوة هذه المرة راح نكمل طيب قبل أن تكملي لو سمحتي خفضي صوت التلفاز استمعي من سماعة الهاتف فقط نعم يلا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما أعدي ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما انظري جيدا في لفظ الجلالة انظري لفظ الجلالة ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أيوة مع الترقيق اللام الله فسنوتيه أجرا عظيما
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون ألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. يملك، أعدي كلمة يملك بالضم، بضم الكاف. قل فمن يملك، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أم أراد بكم نفعا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. حسبك كافي، كافي، بارك الله فيك بنيتي، شكرا على هذه التلاوة الطيبة، إن شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله، شكرا لك. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات، نذكر الملاحظات. كان أول اتصال أم إحسان من ولاية باتنا، قرأت برواية قالون عن الإمام نافع، ملاحظة في كلمة ظلالا، ظلالا كأنك غلطت اللام الأولى من هذه الكلمة، فانتبهي ليس فيها التغليظ لا لقالون ولا لغيره. الهمزة الساكنة بقي معك نفس المشكل، أحيانا تقرأينها بشيء من القلقلة فانتبهي إلى ذلك. كلمة يفترون التاء في حاجة إلى الإتيان فيها بالهمس فانتبهي. عبد الإله من ولاية الطارف، المدود عموما حاول أن تعطي كل أن تعطي كل مد من أنواع المدود حقه، لا سيما المدود الطويلة كالمتصل والمنفصل، 6 حركات واللفظ في نظيره كمثله. بالنسبة للوقف الابتداء، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، هكذا أنت وقفت على لفظ إليكم ثم وقفت أيضا على لفظ التوراة، وقف حسن يصح الوقف عليه ولكن لا يبتدأ بما بعده مباشرة، إنما تعود من حيث يستقيم المعنى ثم تواصل أو تملأ النفس جيدا وتقرأ ذلك جملة واحدة. كلمة الكافرون كأنك أتيت فيها بالإمالة، يعني في الكافي والألف التي بعدها، التي فيها الإمالة هي المنصوبة فقط، والكافرين مع كافرين بالياء، بالياء يعني تكون منصوبة عفوا أو مخفوضة، المنصوبة والمجرورة أيضا فقط التي فيها الإمالة، أما المرفوعة فلا إمالة فيها. ليظهره، الراء مرققة وليست مفخمة. تجاهدون، الجيم لا نقول كالجيم الأعجمية تجاهدون، انتبه تجاهدون، وربي يتقبل منك إن شاء الله. كوثر من البيض، ملاحظة عما حول المدود، قطعت المكالمة لم نستمع إليك يعني بشكل كبير، الوقت كان قصير جدا بالنسبة لمكالمتك. الملاحظة العامة هي المدود، يجب أن تعطي كل مد من أنواع المدود حقه كما ذكرت لابننا عبد الإله. أم نور من العاصمة، قرأت برواية حفص من طريق الطيبة، كأنك قرأت في البداية بالغنة عند اللام، هو ليس ممن يقرأ بالغنة من طريق الطيبة، إنما يقرأ بذلك الإمام قالون والأصبهاني وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، هؤلاء هم الذين لهم الغنة وعدمها في يعني النون الساكنة والتنوين قبل لما يجي قبل الراء أو قبل اللام، فانتبهي إلى ذلك.
أيضا في باب التفخيم والترقيق كلمة المقدس وكلمة ولا تخف، كلاهما قرأت في يعني في القاف وفي الخاء، يعني في حاجة إلى تفخيم أكثر، المقاء بهذا الشكل، لأنهما في المرتبة الثانية من مراتب التفخيم. غزلان من العاصمة بما عاهد عليه الله، وفي من يقرأ كما يقرأ حفص مثلا عليه، لما نقرأ لحفص نقول عليه الله، أنت قرأت بورش عليه الله بهذا الشكل، لفظ الجلالة الهاء بالفتحة، وعليه بكسر الهاء من لفظ عليه مع ترقيق اللام من لفظ الجلالة عليه الله، فانتبه إلى ذلك. فاستغفر لنا، اللام مظهرة، لا نقول فاستغفر لنا بإدغام الراء، ومن لم بعدم الغنة، ومن لم، لا نقول ومن لم. وأيضا كلمة يملك صححتها لك بالرفع وليس بالجزم، ربي يتقبل منا ومنكم جميعا إن شاء الله. لنأتي إلى آخر ركن في هذه الحصة، نعود إلى تلاوة القرآن الكريم مع الضيفين الكريمين. نبدأ مع ابننا ياسين على بركة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حسب بارك الله فيك وجزاك الله خير إن شاء الله. واصل أنيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. زيد واصل. ولا تتخذوا واصل وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حسبك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بهذا نأتي على نهاية هذا الحصة. مشاهدينا الكرام شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق